إلى الإضراب المفتوح، هتاف الداعين إلى توسيع المواجهة مع الحكومة. النقابات حشدت 3 ملايين متظاهر كما قالت، تعمدت دعوتهم في عطلة نهاية الأسبوع وفوتت على الحكومة فرصة القول مجددا إن الفرنسيين وافقوا على قانونها للعمل ما بعد 60، ما أن انخفض الحشد كما في الجولة السابقة. إنه جمهور جديد يتظاهر ويقول بدوره في الشارع للحكومة إن هذا القانون لن يمر، وعليها أن تقبل بالتفاوض مع النقابات دون أن ترفع سن التقاعد. القانون أقره البرلمان ويصادق عليه مجلس الشيوخ كي يصبح نافذا خلال أسبوع، لكن النقابات تعترض مستندة إلى شرعية الأكثرية التي تؤيدها في الاستطلاعات. ويعتقد فرانسوا شيراك أن شرعية الاستطلاعات أقوى أحيانا من البرلمان. يؤيدنا في الاستطلاعات 71% من الفرنسيين، لم يكن التأييد لنا بهذا الحجم أبدا، وأعتقد أن على الحكومة أن تقتطق من التظاهرة السابعة لأنها ستكون أقوى لتجبرها على التراجع. وتبحث الحكومة عن 40 مليار يورو لكي لا تتوقف عن دفع رواتب المتقاعدين، وإضافة عامين في الخدمة يوفر 20 مليار منها، لكن توزيع الأعباء لا يبدو متساويا. من الأفضل أن نفرض رسوما على رؤوس الأموال التي لا تساهم كثيرا في تمويل الصناديق الاجتماعية، وبدلا من أن تشارك في مضاربات البورصة وتسبب الأزمة، من الأفضل أن تدعم رواتب المتقاعدين. ويسابق المحتجون الزمن لفرض العودة من خلال التظاهرات إلى التقاعد في سن 60 خلال مناقشة مجلس الشيوخ الأخيرة للقانون، لكن البعض يرى أن المعركة قد حسمت. لا أدري فعلا ما سيحدث، لكن أعتقد بصدق أن الحكومة لن تتراجع. لن تذهب النقابات الفرنسية إلى الإضراب العام والمفتوح، رغم أن بعضها يؤيد مواجهة مفتوحة مع الحكومة، لكنها ستبقى على الشارع مستنفرا وتعود إليه مرة سابعة بعد 9 أيام. محمد بلوط، BBC، باريس.